كيف انت شفناكم خرجتوا بيان ككتله جمدتوا عضويتكم في مكتب المجلس وكذلك في اجتماعات رؤساء الكتل على خلفيه ربما القرار الضعيف او الاجراء الضعيف اللي اخذاه مكتب المجلس في حادثه العنف الاخير. لا القرار بصراحه معناتها فضيحه. مجلس يصير فيه اعتداء على نواب بالعنف بذلك الشكل وبتلك الطريقه وفي قاعه الجلسات العامه وأقعد برر كما تحب. بالنسبة لي أنا اللي صار لا يمكن تبريره، واللي صار هو مهزلة بأتم معنى الكلمة، شوهت صورة المؤسسة هذه أكثر من اللي هي مشوهة وخلتنا فضيحة في العالم. تتعامل مع الطريقة هذه كمكتب مجلس، تعمل اجتماع استثنائي وتدعو اجتماع مكتب استثنائي باش تاخذ قرارات فيما يتعلق باللي صار من عنف، ثم تخرج لي بيان تنديد بذلك الشكل اللي تسوي فيه ما بين الاحتجاج والاعتداء بالعنف المادي. هذا احنا ما نجبوش نكونوا شهاد زور على عمليه كما هذه، وما نجبوش نكونوا اطراف في اجتماعات مكتب تتخذ القرارات بهذا الارتجال، وما تكونش تتعامل مع النواب الكل على نفس المسافه. رئيس المجلس اللي نعرفوه انه نهار 30 جوان قدم قضيه اشكاء بكتله برلمانيه ولا ويتفرج على العنف المسلط على نائبه وزميلها بذلك الشكل، وما يخوش قرار باش انه يدعو النيابه العموميه والا يشكي بالنواب هذوما اللي شوهوا صوره المجلس بذلك الشكل. النيابه العموميه كان من المفروض انها تتحرك من تلقاء نفس. للاسف صمت رهيب، قاعدين يحكيوا لنا على اجراءات ونعرفوا واش معناتها احنا الاجراءات اللي يحكيوا عليها، ونبعثوا كذا ونعاينوا، والفيديوهات اللي صارت ما تعتبرش ماهيش كافيه باش نعتبروها حاله تلبس. اعتقد الشيء اللي صاير ما احنا ما نجموش نقبلوا به بالكل. العنف اللي تمارس نهار 30 جوان سيبقى وصمه عار في تاريخ هذه المؤسسه واصحابها اللي المعتدين اللي قاموا به. احنا في كتله اسلاح الشيء اللي صار ما يشرفناش، وما نجموش نكونوا شركاء لا من بعيد ولا من قريب في تبييض مثل هذا النوع من العمليات. وانا ناكد لك امام هذا الصمت الرهيب والتعامل السلبي لمجلس نواب الشعب وللاغلبيه اللي موجوده فيه ومكتب المجلس بالاغلبيه الموجوده فيه، رانا باش نوصلوا الى ما لا يحمد عقباه. واللي شفتوه نهار 30 جوان انا ناكد لكم باش تشوفوا قدو 10 و20 مره، وربي يقدر الخير وكهو. واضح. فموضوع اخذ ربما وهو موضوع بيان حركه النهضه، شورى النهضه البارح واللي حكيت فيه على التوجه نحو حكومه سياسيه يكون على راسها هشام المشيشي وقيادات من حركه النهضه، اكدوا انه باش تكون هذه الحكومه مماثله في الحزام السياسي الحالي ويكون على راسها هشام. كتلة الإصلاح غير معنيه باي حكومه سياسيه او حكومه متحزبه. احنا كي صوتنا لحكومة المشيشي مسألة بالنسبة لنا مبدئية، كان تصويت الضرورة، ومن بين آليات الضرورة وأسباب الضرورة اللي خلتنا نمشيو في هذا هو انعدام الانسجام الأدنى بين المكونات السياسية في الساحة اليوم سواء داخل البرلمان ولا غيره. يحبوا يعملوا حكومة سياسية يقولوا لنا كيفاش، ويحاولوا يعطيونا الضمانات الكافية باش أنها تكون منسجمة، أما أنا ما نشوفش لا حتى مؤشر نتاع انه نجموا في تونس اليوم في الظرف الحالي تكون عندنا حكومه سياسيه. ما نشوفهاش ومانيش مقتنع بها، وكتله الاسلاح يستحيل ان تتراجع على موقفها المبدئي من هذا الشان. ربما اقرار ضمني ربما بانه هذه الحكومه فشلت في اداره الازمه السياسيه. البارح شفنا اجتماع طارئ لعدد من القيادات العسكريه والامنيه ووزراء كذلك، شفنا مجموعه من المقترحات حلول، تقييمكم؟ شوف في الظروف الحاليه اللي تعيش فيها تونس، او حتى لو كانت تجيب اقوى حكومه في العالم ما عندها ما تعمله امام ازمه صايره بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، وحكومه معطله تمشي بشطر جهد وبشطر تركيبها، وامام المعارك اللي نشوفوا فيها والتجاذبات السياسيه والمشهد البرلماني المتردي والخطاب اللي نسمعوا فيه من قبل الاحزاب السياسيه والفاعلين السياسيين في البلاد، والتشكيك في كل شيء والعنف المادي والعنف اللفظي، والناس اللي ما عاد عجبها حتى شيء، كل شيء بالنسبه ليها خايب وما ينجمش يتصلح، فماش حكومه تنجم تنجح. انا موش هذا التمسك منا بالحكومه الحاليه، ما عمرنا ما قلنا ان الحكومه الحاليه افضل حكومه ولا رئيس الحكومه الحالي افضل رئيس حكومه، لا، اما يجيو نحطوا شنو الظروف اللي تحطينا فيها الكل مع بعضنا، واذا كان هما يعتبروا اليوم مثلا الناس اللي تعتبر انه الحل في حكومه سياسيه نقول لهم راكم غلطين، ولن يكون الحل في حكومه سياسيه، وما فماش حل الا من الناس تقعد على طاوله الحوار ويجيو نعالجوا المسائل والمشاكل اولويه باولويه، ويجيو نبنيوا مع بعضنا حاجه تنفع البلاد بعيدا عن مصالحنا الذاتيه ومصالحنا الضيقه والمصالح السياسيه الحزبيه اللي قاعدين اليوم طاغي للاسف الشديد على الخطاب وعلى التصرفات نتاع كل الاطراف ونتاع كل الفرقاء السياسيه. هذا اللي نجم يخرجنا من اللي احنا فيه اليوم.
أما باللي صاير مستحيل أني نشوف في بوادر متاع حل للأزمة اللي تعيش فيها تونس في الأشهر وفي السنوات الأخيرة. مشكور سي حسون، يعطيك الصحة.